لو حصل تزاوج بين راجل من اوروبا وست من افريقيا، الفرد اللي هينتج خصب ولا عقيم؟ عايز تعرف الاجابه؟ تابعني في اخر الدرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي، اهلا وسهلا بيكم على قناتكم بيزا فيرست خليك الاول. معكم مستر احمد رمضان عشان نكمل منهج العلوم للفصل الدراسي الاول، والنهاردة هناخد مع بعض الوحدة الثالثة اللي هي بعنوان التنوع والتكيف في الكائنات الحية. تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها. ربنا لما خلق الكائنات الحية وأبدع في خلقها، خلق كل كائن بحيث يقدر يتكيف مع البيئة اللي هو عايش فيها علشان حياته تستمر. طب يعني إيه كائن حي؟ كائن حي يعني بيقدر يعمل العمليات الحيوية زي التنفس والإخراج والتغذية والإحساس والحركة والنمو. طب ده بيتوفر في مين؟ طلع الإنسان بره الموضوع، يتفضل لك الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة، وهو ده موضوعنا النهاردة، تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها. نبدأ بالأول بالحيوانات. الحيوانات ممكن تختلف في الحجم، تختلف في الشكل، في البيئة اللي هي عايشة فيها، نوع الأكل اللي بتاكله. هناخد منهم اتنين، الحجم. في كائنات حية حجمها كبير زي الفيل وحيد القرن اللي هو الخرتيت، وفي كائنات حجمها صغير زي القطة والفار والأرنب. هنا عملنا مقارنة من حيث الحجم. تعال نعمل مقارنة من حيث البيئة اللي بتعيش فيها الكائنات. في كائنات بتعيش في المية زي الأسماك، سبع البحر، الدلافين والحيتان، وفي كائنات بتعيش على اليابسة على الأرض بتاعتنا زي القطة، الكلب، الأسد، الحمار. هنا خدنا مثال بسيط كده في الحيوانات. تعالى برضو ناخد أمثلة في النباتات. النباتات في منها أحجامها كبيرة زي النخيل وشجر الكافور، وفي منها أعشاب صغيرة، نباتات صغيرة زي الملوخية والجرجير والبرسيم. هناخد مثال تاني في النباتات، شجرة الموز الورقة بتاعتها حجمها يمكن أطول مني. في بقى نباتات تانية بيكون حجم الورقة بتاعتها صغير زي الملوخية والجرجير. فاحنا هنا عملنا مقارنة من حيث حجم النباتات وبعدين من حيث حجم الورقة. تعالى بقى نتكلم على الكائنات الحية الدقيقة. يعني ايه كائن حي دقيق؟ يعني كائن حي لا يرى بالعين المجردة، ما تشوفوش بعينيك. اما انا اشوفه بالايه؟ اشوفه بالميكروسكوب، بالمجهر. طب ازاي؟ هنيجي كده على بركة مية، مية راكدة واقفة، ونسحب منها بالسرنجة كده عينة صغيرة، ونجيب نقطة واحدة نحطها على شريحة ازاز ونحطها تحت المجهر، ونبدأ نبص في الميكروسكوب كده. هتبص تلاقي كائنات حية كتير جدا صغيرة ما شفتهاش غير بالميكروسكوب. يعني انت لو بصيت في المية مش هتشوفها، تشوفها تحت الميكروسكوب. من امثلة الكائنات الحية الدقيقة دي، لو بصيت معايا على الصور للكائنات الحية الدقيقة هتلاقي اميبا، براميسيوم، يوجينا. دول التلات امثلة للكائنات الحية الدقيقة اللي عندك في المنهج. وركز معايا قوي في الجملة اللي هقولها دي، دي كائنات حية دقيقة تتفق ان هي بتتكون من خلية واحدة ولا ترى بالعين المجردة. سؤال بيجي كده اكمل للطلبة المذاكرين منها كويس قوي، تختلف الكائنات الحية الدقيقة اللي انت شفتها دلوقتي في نقط ونقط. اكمل، تختلف الكائنات الحية الدقيقة في نقط ونقط. اول حاجة الشكل، لما انت بصيت على الصور لقيت اشكالهم مختلفة. طب تاني حاجة طريقة الحركة، يبقى تختلف في الشكل وطريقة الحركة. تصنيف الكائنات الحية، علماء الأحياء، علم الأحياء اللي هو أحد فروع العلوم زي الكيمياء والفيزياء، لما وجدوا ولقوا إن في تنوع هائل كبير جدا في الكائنات الحية، بدأوا يعملوا عملية تصنيف للكائنات دي، يصنفوها. ليه؟ عشان يسهل دراستها. وده ممكن سؤال يجي لك، علم علم قام العلماء بتصنيف الكائنات الحية الإجابة لتسهيل دراستها. طب إيه هو علم تصنيف الكائنات الحية؟ هو أحد علوم الأحياء، فرع من فروع علم الأحياء. ده بيدرس إيه بقى؟
بيدرس اوجه التشابه والاختلاف بين انواع الكائنات الحيه، متشابهين في ايه ومختلفين في ايه، وعلى الاساس ده بنصنف الكائنات الحيه. طب بنصنفها ازاي؟ تعالى بقى نشوف بعض الاسس مع بعض على السبوره. نبدا الاول بتصنيف النباتات. اول مبدا عندي في التصنيف حسب الشكل الظاهري. لو بصينا على السبوره حسب الشكل الظاهري قسمناها لاثنين، الاولاني نباتات ولا ليها جذر ولا ليها ساق ولا ليها ورقه، تسمى ايه دي؟ دي اسمها الطحالب. الطحالب اكتب المصطلح العلمي، نباتات ليس لها جذر او ساق او ورقه، الطحالب. والطحالب عندي ثلاث انواع، حمراء وخضراء وبنيه. يبقى كده نباتات ليس لها جذر او ساق او ورقه. نروح رايحين بقى الناحيه الثانيه كده، نباتات لها جذر وساق وورقه زي معظم النباتات اللي انت بتشوفها، قمح، ذره، نخيل، ارز. ده كان اول مبدا. تعال ناخد المبدا الثاني في تصنيف النباتات. التكاثر اللي هي احد صفات الكائنات الحيه، ده مبدا هنستخدمه في النباتات حسب طريقه التكاثر. لو بصيت معايا هنا اول حاجه نباتات تتكاثر بتكوين الجراثيم، والنباتات دي بتسمى الصراخس. نيجي هنا بقى نكتب المصطلح العلمي، نباتات ارضيه صغيره تتكاثر عن طريق الجراثيم، هتقول له الصراخس. طب مثل ايه؟ مثل الفجير وكزبره البئر. ادي اول حاجه نباتات تتكاثر عن طريق الجراثيم. هنروح مع بعض الناحيه الثانيه ونشوف نباتات تتكاثر عن طريق البذور، وهنا هنقسمها لاثنين، نباتات معرات البذور ونباتات مغطاه البذور. يعني ايه معرات البذور ويعني ايه مغطاه البذور؟ مغطاه البذور يعني البذره بيكون لها غلاف ثمري. نبسطها شويه، لما بتاكل الترمس مش بتشيل القشره اللي بره دي بقى كده تاكل الترمسيه؟ بالظبط، هو ده الغلاف الثمري. في بقى نباتات ملهاش الغلاف ده، فبقول عليها نباتات معرات البذور. امال البذور بتاعتها بتتكون جوه ايه؟ جوه حاجه اسمها مخاريط. طب ايه الامثله بتاعت نباتات معرات البذور؟ زي ما انت شايف الصنوبر والسايكس. نروح بقى لنباتات مغطاه البذور، ودي بقول عليها نباتات زهريه. يعني البذره بيكون لها غلاف ثمري. هنقسمهم الاثنين، نباتات بذور بتاعتها بتكون ذات فلقه ونباتات ذات فلقتين. نبدا الاول بذات فلقتين عشان ابسطها لك. لسه مثال ضربه لك من شويه، الترمس لما بتشيل الغلاف اللي عليها بتلاقي الترمسيه من جوه نصين، هي دي فلقتين. طب ايه الامثله الثانيه؟ الفول والبسله، فدي نباتات ذات فلقتين، اما ذات فلقه واحده اللي هي تبقى حته واحده زي الذره والقمح. خلصنا مع بعض تصنيف النباتات بالمثالين بتوعهم، هناخد مع بعض دلوقتي تصنيف الحيوانات. هناخد المبدا الاولاني في تصنيف الحيوانات حسب طبيعه تدعيم الدعامه اللي في الجسم، الحاجه الصلبه اللي في الجسم. في كائنات ليس لها دعامه وفي كائنات لها دعامه. نبدا الاول بكائنات ليس لها دعامه، دي بقول عليها كائنات رخوه. رخوه يعني ايه؟ طريه ما فيهاش اي عظم او اي حاجه صلبه من جوه. طب زي ايه؟ زي الاخطبوط، زي الديدان، زي قنديل البحر. دول التلات امثله اللي عندك على الكائنات الحيه التي ليس لها دعامه او الرخوه. نروح بقى على الكائنات الحيه اللي ليها دعامه. هنقسمها لاثنين، دعامه خارجيه يعني الجسم الصلب بتاعها من بره، ودعامه داخليه. الدعامه الخارجيه، عارف سريع اللي في سبونج بوب؟ اكيد عارفه يعني. ايوه، الدعامه بتاعته من بره ده اسمه محار او قوقع. فمن امثله الكائنات اللي ليها دعامه خارجيه المحار والقوقع. نبص بقى مع بعض على كائنات لها دعامه داخليه، دي بقول عليها اسمها الفقاريات، يعني بيكون عندها عمود فقاري في جسمها اللي انت خدتها في سنه سته. طب زي ايه؟
عندك زي الاسماك العظميه، عندك زي الثدييات الكائنات اللي بتولد زي الحصان والحمار، الطيور، الزواحف زي التعبان والتمساح. كده خدنا المبدا الاولاني، تعال ناخد مع بعض المبدا الثاني. قبل ما ناخد المبدا الثاني في تصنيف الحيوانات هسالك سؤال، هستنى منك الاجابه بتاعته في الكومنتات. خدنا المبدا اللي فات اللي هو حسب تدعيم الجسم، وعرفنا ان في حاجه اسمها دعامه خارجيه ودعامه داخليه. في كائن بقى عنده دعامه داخليه ودعامه خارجيه في نفس الوقت، فكر واكتب لي الاجابه في الكومنتات. تعال بقى ناخد المبدا الثاني في تصنيف الحيوانات حسب عدد الارجل المفصليه. في كائنات لا فقاريه، يعني ما عندهاش عمود فقاري، الارجل بتاعتها ما تبقاش مستقيمه كده، لا بيكون فيها مفاصل زي المفاصل اللي في ايدك دي. وعلى حسب عدد الارجل قسمنا الكائنات دي. اول حاجه الحشرات. الحشرات كائنات مفصليه تتميز، بص كده على الرسمه، ان ليها ثلاث ازواج من الارجل المفصليه، يعني بالبلدي كده ست رجول. زي ايه؟ الامثله قدامك ايه؟ زي النمل، زي النحل، زي الصرصور، زي الجراد. دي امثله الحشرات. علل. يعتبر الصرصور من الحشرات. هتقول له لان له ثلاثه ازواج من الارجل المفصليه. طب خد السؤال ده اللي الناس اللي حافظه بتقع فيه. ضع علامه صح او خطا. يتميز الجراد بان له ست ارجل مفصليه. اللي حافظ هنا هيعملها غلط، لكن اللي فاهم هيعملها صح، لان ثلاث ازواج هي هي ست ارجل. ناخد الثانيه اللي هي العنكبوتيات. لو بصيت على الرسمه كده العنكبوتيات عندها اربع ازواج من الارجل المفصليه، يعني بالبلدي ثمان رجول. طب ايه الامثله بتاعتها؟ العنكبوت والعقرب. علل. يعتبر العقرب من العنكبوتيات. هتقول له الاجابه لان له اربع ازواج من الارجل المفصليه. خدنا الحشرات، خدنا العنكبوتيات، تعالى بقى ناخد عديده الارجل. عديده الارجل يعني عندها ارجل كتيره جدا، زي ذات الالف قدم، عندها تقريبا الف رجل وام 44 قدم. دول امثله الكائنات المفصليه عديده الارجل. تعالى ناخد مع بعض بقى المبدا الثالث. المبدا الثالث حسب وجود الاسنان. في نوع من الكائنات الحيه يسمى الثدييات. يعني ايه كائن ثدي؟ يعني كائن يلد ويرضع. فهنقسمهم هنا لكائنات ثديه ليس لها اسنان، ما عندهاش اسنان، عديمه الاسنان، مثل الكسلان والمضرع. وكائنات ثديه بقى لها اسنان، ودي هنقسمها لثلاث اقسام. الاولى لها اسنان ممتده للخارج، تلاقي اسنانها طالعه لبره. عارفين الانفذ؟ كره الشوك، هو اسنانه طالعه لبره. وده من اشهر اسئله علل في الامتحانات، لان اجابته سهله قوي. علل. الانفذ او الانفذ زي ما هتقولها له اسنان اماميه ممتده للخارج. الاجابه لالتقاط الحشرات، كلمتين تاخد بيهم الدرجه على طول. الثانيه بقى كائنات لها انياب. ما احنا خدنا في سنه رابعه الاسنان دروس وانياب وقواطع. كائنات لها انياب حاده ودروس بها نتوءات قويه جدا. طب ليه؟ عشان تقدر تقطع لحمه الفريسه بتاعتها. ومن اللي انا قلته ده انا متاكد ان انت استنتجت الامثله. تقطع لحم الفريسه اشهر حاجه الاسد، النمر، الذئب. علم. يتميز الاسد باسنان بها انياب حاده ودروس بها نتوءات قويه. الاجابه لتمزيق لحم الفريسه. نيجي بقى اخر حاجه، لها قواطع حاده اللي هي دي، ودي هنقسمها لاثنين، قوارض وارنبيات. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ القوارض بتتميز ان ليها زوج من القواطع في الفك العلوي وزيه في الفك السفلي، يعني اسنانه عامله كده، اثنين فوق واثنين تحت. اما الارنبيات
بتتميز ان لها زوجين فوق وزوج تحت، يعني عامله كده. يبقى علم رغم ان الفار اللي هو مثال على القوارض والارنب اللي هو مثال على الارنبيات، رغم ان الاثنين يعتبروا من القواطع الحاده لكن مختلفين عن بعض. طبعا، لان الفار بيتميز بوجود زوج من القواطع في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي، بينما الارنب يتميز بوجود زوجين في الفك العلوي وزوج في الفك السفلي. ناخد بقى سؤال صح وغلط للي فاهم مش اللي حافظ، ده علامة صح أو خطأ. يتميز الأرنب بوجود ثلاث أزواج من القواطع في الفم. بص قال لك إيه؟ ثلاث أزواج من القواطع، صح ولا غلط؟ اللي فاهم هيقول لي صح. ليه؟ عشان في زوجين فوق وزوج تحت. كده يبقى خلصنا مبادئ تصنيف الحيوانات. تعالوا مع بعض نكمل آخر جزء في الدرس. وضع العالم لينس نظام لتصنيف الكائنات الحية وسماه التصنيف الطبيعي للكائنات، واتخذ لينيوس من النوع وحدة بناء لهذا التصنيف الطبيعي. بمعنى هو بيقول لك لو احنا عندي نوعين من الكائنات الحية مختلفين عن بعض وحصل ما بينهم تزاوج، الناتج هيكون ايه؟ ولو عندي اثنين من الكائنات الحية من نفس النوع حصل ما بينهم تزاوج، الناتج هيكون ايه؟ الاول تعالى نعرف الفرق ما بين كلمتين، يعني ايه كائن خصب ويعني ايه كائن عقيم. كائن عقيم يعني ما يقدرش يخلف يجيب افراد جديدة، اما خصب قادر على التزاوج ان هو ينتج افراد جديدة. لو حصل تزاوج بين اثنين من نفس النوع، يعني كلب مع كلبة، قط مع قطة، هينتجوا فرد جديد خصب. يعني ايه خصب؟ يعني يقدر كان هو كمان يتجوز ويخلف. اما اذا حدث تزاوج من اثنين مختلفين من الكائنات الحيه، زي المثال اللي قدامك على السبوره ده، ذكر حمار وحشي اللي هو بالانجلش زبرا، وانثى حمار بري اللي هو دونكي، هيدوني كده يعني بنضحك كده ايه زونكي. الكائن ده بعد كده ما يخلفش، بقول عليه كائن عقيم. وبكده يبقى خلصنا درس النهارده اللي هو تنوع الكائنات الحيه ومبادئ تصنيفها. اتمنى لو انت عندك اي سؤال مش واضح قدامك تكتبه في الكومنتات، وما تنساش تحل السؤال اللي احنا بنقولك في النص في الكومنتات. اشوفكم على خير ان شاء الله الدرس الجاي. السلام عليكم.